زمايلنا الفنيين الاجهزه عندهم تطورت دلوقتي، بقى في اجهزه اشعه عاليه جدا. في مستشفيتي في جهاز رنين مغناطيسي 1.5 تسلا، وفي جهاز اشعه مقطعيه الدوله وفرتهم للمرضى المجانيين، واشعه مقطعيه عاليه جدا 128 سلايس، دي عاليه جدا. مش معقوله الفني اللي هو اتخرج زمان بالطريقه ديت هو اللي هيتعامل مع الاجهزه المتقدمه الحديث. فكان لازم كمان هم يتقدموا. واحنا لما بنعمل اي، انا بصفه النقيب وبصفه ليا دور في التعليم الطب المستمر في المحافظه بتاعتي وفي المستشفى بتاعتي، انا لما بعمل اي تطوير وتعليم طبي مستمر بعمله الفريق كله. تمام حضرتك. هكمل بس بعد اذن حضرتك. بعد اذن حضرتك. بعمله للطبيب، بعمله للتمريض، بعمله للفنيين، بعمله لكل الفريق الطبي، لان هم في الاخر كلهم بيتعاملوا مع نفس المريض ولازم كفاءتهم تبقى عاليه. طلعت ان بدل فني بدل دبلوم سنتين بعد الثانويه العامه في كليه جديده موجوده في الدنيا كلها، لكن لا يحصل على لقب طبيب ولا يكون قائد للفريق. مين يا فندم قال بعد اذن حضرتك بدون قطع؟ طبيب ما احنا برضه بعد اذن حضرتك بدون قطع ما كده بنضلل يا فندم. ما هو ما فيش طبيب، ما حدش قال ان احنا طبيب. لو سمحت بس عشان نوصل لنقطه انا مقاطع حضرتك تماما، انا مش عارف ليه حضرتك بتعمل كده. مش طبيب القصه، قصه انا ما بفهم ولا دكتور يا فندم، لان عرفا امام المرضى وامام المرضى المصريين الدكتور هو الطبيب، ودي حاجه مهمه جدا، لان لما حد يفتح معمل بدون رقابه طبيه ده خطا. لما حد يكتب تقرير اشعه غير مسموح لاي حد غير خريج كليه الطب، هم اللي يمضوا على تقرير الاشعه ويراجعوه ويتابعوه. ده لازم يبقى فيه دكتور هو اللي بيعمل الكلام ده، القانون حدد الكلام ده. القانون 367 لسنه 54 حدد نعمل 1 2 3 4، وده حمايه للمريض تمام وحمايه للمهنه. الحاجه المهمه الثانيه ان السجل، في سجل خاطئ موجود في وزاره الصحه. السجل ده تم ارسال انذار على يد محضر من الدكتور احمد حسين عضو نقابه اطباء مصر لمعالي وزيره الصحه لوقف هذا السجل لانه مخالف للقانون. القانون حدد السجلات اللي يتسجل فيها الاخصائيين، السجل 1 2 3 4 ليس من ضمنه خريجي كليات العلوم الصحيه تماما. طيب انا برضو سايبه مع الـ مع المعيد. طيب حاجه مهمه بس لازم اقولها برضو عشان تطوير، عشان بس استاذ مسعد، استاذ مسعد انا بحييه لان هو راجل شاف ان هو لازم يتطور وعنده طموح. بعد ما كان فني بدبلوم سنتين بعد الثانويه دخل كليه خاصه اعتقد في اكتوبر يا استاذ مسعد، وبقى اترقى من فني لكيميائي. اخصائي كيميائي. انا معايا الورق والورق ممكن كيميائي. اخصائي كيميائي. كيميائي. طيب. مش مسمى في الوزاره اسمه كيميائي؟ كيميائي. انا معترض على اخصائي ايه بقى يا فندم؟ يا فندم ما تقاطعنيش لو سمحت. لو سمحت. يا فندم قلت معلومات غلط وتقول لي ليه حضرتك بقى اخصائي؟ لان في مسميات متعارف عليها في الدول. كل الدول مسمياهم تكنولوجيست او تقني. السعوديه هم بيتحججوا بان السعوديه بتقول كده، السعوديه عشان ما فيهاش لقب اخصائي للطبيب، فيها نائب اول واستشاري ونائب وطبيب مقيم، فما خدوش ولا هياخدوه. ودي طيب كل الدول. يعني حضرتك شايف ان هو ما يتقالش عليه اخصائي لكن يتقال عليه كيميائي او تقني. او تقني. وتقني او في امريكا بيسموهم علمي.